من نجوم نادي الزمالك او اساطير نادي الزمالك السابقين كابتن فاروق جعفر. مساء الخير. مساء الخير يا سيف، ازيك؟ عامل ايه؟ ازيك كابتن؟ ازي حضرتك؟ ربنا يخليك يا حبيبي. اخبار حضرتك ايه؟ كله كويس؟ تمام. الحمد لله كله. تحياتي استاذ عمرو الدردير، تحياتي استاذ علاء عزت. سلم لي عليهم. بيسلم عليك كابتن فاروق. تحياتي. ازيكم عاملين تمام؟ الحمد لله. يعني في حاله خلاف شويه فنيه ما بين استاذ عمرو وما بين استاذ علاء، الافضل فنيا امبارح موسيماني ولا كارتيرون؟ وهل ممكن كانت النتيجه تزيد عن كده امبارح؟ يعني عارف ان حضرتك كان ليك راي في الاستوديو، ولكن اكيد بعد ما روحت شفت الماتش وراجعت الشريط، يعني في وجهه نظر اخرى. ما انا امبارح قلت لك في الاستوديو، النادي الاهلي الشوط الاول كسب 3-0. صح. والشوط الثاني الزمالك كسب 3-2. فدلوقتي بيعبروا لك عن الماتش، يعني عبروا لك عن الماتش، يعني كان النادي الاهلي بعد ما جاب الثلاث اهداف. يعني الفترة دي، يعني هو جاب في الفترة في 10 دقائق جاب 3 أهداف، من الدقيقة 16 لغاية الدقيقة 26 النادي الأهلي جاب 3 أهداف. الأهلي استثمر بشكل جيد جدا الحالة أو الضغط اللي حصل على نادي الزمالك، وجاب الهدف الأول، وبعدين عزز الهدف الأول بالهدف الثاني بالهدف الثالث، وهو استغل الأخطاء أو حالة التوتر اللي حصلت في فريق نادي الزمالك بعد الهدف الأول. يعني كانت أول هجمة للنادي الأهلي جابوا منها هدف. ده حصل التوتر، يعني كان ممكن النتيجه تتغير، لكن الشوط الثاني الزمالك لما لعب كان في استقرار شويه فني، بدا التغييرات تشتغل بشكل كويس. مصطفى محمد كان ما نزل، اسف مصطفى فتحي ما نزل، اشتغل كويس جدا، عمل استحواذ كويس، جاب هدف اول والزمالك دخل المباراه. المشكله الاساسيه ان بعد هدف مصطفى فتحي الهدف ديانج جاب هدف يانج اللي هو الهدف الرابع. هو ده اللي حسم بقى الموضوع، ده اللي قفل المباراه. يعني حتى لو الزمالك داخل المباراه بعد كده جاب هدف، والاهلي جاب الهدف الخامس ضربه جزاء، والزمالك جاب الهدف الثالث، فالمعركه في التهديف امبارح يمكن دي في حاجه كبيره جدا. يعني هو الرقم بتاع التهديف كان عالي جدا. صح. يعني ما تنساش برضك في مباراه مثلا الزمالك بيكسب الاهلي 3-1، او الاهلي بيكسب الزمالك مثلا 3-1، مش 8 اهداف. بالثمان اهداف هي دي اللي عامله الحدث الكبير. موسيماني يا كابتن امبارح تفوق على كارتيرون في الشوط الاول. في الشوط الاول. وانا على فكره برضك يعني اللعيبه في مباراه الاهلي والزمالك، مع احترامي للمدربين المحترمين كل الكلام ده، لعيبه الاهلي والزمالك اللعيبه الكبيره اللي عندها خبره استغلت خبراتها امبارح. لعيبه النادي الاهلي استغلت خبراتها في ادائها، وقدرت تتعامل مع لعيبه نادي الزمالك. لا موسيماني يعرف لعيبه نادي الزمالك، ولا يعني يعرفهم كلعيبه في الملعب، لكن ما يعرفش الحته اللي مثلا المعنويه والنفسيه اللي ياثر عليهم، وبالتالي كمان كارتيرون ما يعرفش الحته النفسيه والمعنويه للنادي الاهلي. النادي الاهلي اللعيبه ولاعيبه الاهلي ولاعيبه الزمالك هم اللي عارفين بعض. صح. عارفين امتى ده ممكن اضغط عليك انت تتوتر، ما تبقاش مش عارف ترجع للمباراه تاني. التوقيت ده لعيبه الزمالك خدوا 3 انذارات ورا بعض، يعني التوتر. صح. اللي حصل من جيزو وطارق حامد وحمدي المسلوسي، 3 انذارات ورا بعض، يعني 3 انذارات ورا بعض. تدي كام يا كابتن موسيماني الشوط الاول من 10؟ اديله كام من 10؟ اديله على الاقل 8 9 من 10. 8. وكارتيرون الشوط الثاني تديله كام؟ اديله 7 8 من 10. 7. شرفتنا ونورتنا كابتن فاروق، اتشرف بوجود حضرتك دايما. حبيبي يا سيدي. بشكرك كابتن، بشكرك شكرا جزيلا.